الحديث ونحن على مشارف شهر محرم الحرام حول بعض آداب العشرة وبالخصوص اليوم العاشر. الأمر الأول هو أن يكون اللباس لباس حزن، وقد روى المحدث النوري في مستدرك الوسائل أن يزيد لعنه الله استدعى حرم رسول الله، يعني ذرية النبي صلى الله عليه وآله، فقال لهن: أيما أحب إليكن، المقام عندي أو الرجوع إلى المدينة ولكم الجائزة السنية. يخير عائلة الحسين عليه السلام. ماذا كان جواب العائلة؟ قالوا: نحن نحب أولا، يعني هناك عرضان، أهل البيت أعرضوا عن العرضين وبدأوا بأمر آخر. قالوا: نحب أولا أن ننوح على الحسين عليه السلام. في بعض المرويات الإمام السجاد لما سئل عن طريقة حمل يزيد له في الأسر قال فيما قال: إذا دمعت لإحدانا عين، طبعا مصيبة عظيمة، والإنسان أمام المصيبة بمثل الحسين لا يملك نفسه، إذا دمعت لإحدانا عين قرع رأسه بالرمح، يعني يضرب فورا، ما أخذنا وطرهن من البكاء. فهذه رواية الآن نكملها. قالوا: إحنا نحب أولا أن ننوح على الحسين عليه السلام. قال: افعلوا ما بدا لكم. ثم أخليت لهن الحجر والبيوت في دمشق، فلم تبق هاشمية ولا قرشية إلا ولبست السواد على الحسين عليه السلام، وندبوه على ما نقل 7 أيام. إذن هناك لباس إذا لبسه الإنسان يعرفه الجميع أنه لباس مصيبة، لباس حزن وأسى، فالمؤمن يظهر ذلك ويخفي في قلبه حرارة لقتل الحسين، وفي شكله ومظهره لباس الحزن. هذا واحد. الأمر الثاني التلاقي بالتعزية، إقامة المجالس، وهذا أمر معروف وسمعتم روايات كثيرة في ذلك، لكن نريد أن نقول أن العزاء ليس فقط نقيمه خارج المنزل، يعني بعد أفتح حسينية في بيتي، لا، أنا مع عائلتي مع أطفالي أذكر لهم ما جرى على الحسين. قد يكون الخطيب يخاطب الجماهير فلا ينزل إلى مستوى أطفالي، لكن أنا في البيت أستطيع أن أتكيف بعرضي بأسلوبي وأنقل المصيبة لأطفالي. عن أبي جعفر عليه السلام: يا علقمة، واندبوا الحسين عليه السلام وابكوه، وليأمر أحدكم من في داره بالبكاء عليه، أولادي عائلتي، وليقم عليه في داره المصيبة بإظهار الجزع والبكاء. هذا على مستوى داخل الدار. إذا التقينا فيما بيننا: وتلاقوا يومئذ بالبكاء بعضكم إلى بعض في البيوت وحيث تلاقيتم. أين ما تشوف مؤمن في ذلك اليوم يوم العاشر تذكرون مصيبة الحسين عليه السلام. وليعز بعضكم بعضا بمصاب الحسين عليه السلام. قلت: أصلحك الله، كيف يعزي بعضنا بعضا؟ قال: تقولون أحسن الله أجورنا بمصابنا بأبي عبد الله الحسين، وجعلنا من الطالبين بثأره مع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. هذا الربط، أنا الآن في مصيبة، أنتقل من حدث إلى حدث، أكو إمام يحقق وعد السماء ليظهره على الدين كله، كل الأرض تتحول إلى أرض إسلام،
لكن هذا اللي يحول الأرض إلى أرض إسلام، لماذا شعاره ثارات الحسين؟ يا لثارات الحسين، هو الآن سيقاتل كفارا. المسألة يا حبيبي وأنت تسلم على الحسين تقول يا وارث آدم، يا وارث نوح، يا وارث إبراهيم، يا وارث موسى، عيسى، النبي الخاتم، هذا قطار الحق، وفي القبال قطار الكفار والمنافقين. ومن حارب الحسين هو القسم الذي تظاهر بالإسلام وهو يكيد للإسلام، فهو قطار المنافقين والكفار. فإذا كان الحسين حامل رواء الحق فانتصار الحق انتصاره. فالمؤمن في يوم توهج العاطفة في يوم العاشر هو يعيش كما يعيش ربطا بماضيه، يعيش ربطا بالمستقبل. كيف أطلب أن أكون ممن يأخذ الثار وأنا غير مهيئ نفسيا وتربويا؟ يدعوني ذلك إلى أن أفكر في الإعداد وفي التهيئة لظهور الموعود والأخذ بالثار. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث اجتثاث مظاهر الفرح. يعني احنا عشنا طفولتنا في العشرة ما نلعب كرة، ما نلعب، عندنا ما يجوز في طفولتنا هذا العلك حرام في العشرة، ما يجوز تعلج واحنا في محرم. هذا واحد يقول في رواية، لا ما في رواية، لكن أمر عرفي أن إذا هذا ما الواحد مرتاح هالفترة مو مرتاحة، يوم العاشر تقول للدكان إحنا محتاجين مثلا هالكذا الأمر الفلاني، يا يعطيك الشهوصاك ما يفتح ويقول لك ما أخذ فلوس اليوم. يا أخر يعني كل مظاهر الحزن حاصلة، مو يصير نخلص الماتم ونقلبها ضحك. هذه معناها أن احنا المصيبة ليست متغلغلة في قلوبنا. فلنرجع إلى التاريخ أئمتنا عليهم السلام. الرواية عن إمامنا الرضا عليه السلام يقول: فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون، فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام. ثم قال إمامنا الرضا الآن يتكلم عن أبيه صاحب السجدة الطويلة موسى بن جعفر، قال: كان أبي عليه السلام إذا دخل شهر المحرم لا يرى ضاحكا، هذا مو يوم عاشر، بداية محرم، وكانت الكآبة تغلب عليه. ساعات انت تجي لواحد عنده مشكلة تجيب له طريق طرفة بعد طرفة تبي تجر من أجواء الألم والكآبة إلى أن يبتسم، تحاول نكتة رايحة لطيفة جاية ما في، تقول غلبت عليه الكآبة ما تجاوب وياي، كل ما حاول تنفس عنه ما أقدر. الإمام الرضا يقول أبي الكاظم تغلب عليه الكآبة، يعني ما يستدرج إلى فرح في العشرة، حتى تمضي عليه عشرة أيام، يعني يجي يوم العاشر، فإذا كان يوم العاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائه. تواً حصلت المصيبة، الإمام الكاظم السابع، الإمام السابع، والإمام الحسين الإمام الثالث، يعني أربعة أئمة، ومع ذلك المصيبة عند أهل البيت تتجدد في اليوم العاشر. ويقول: هو اليوم الذي قتل فيه الحسين عليه السلام. لهذا عبد الله بن سنان دخل على الإمام الصادق يوم عاشوراء يقول: فألفيته، رأيت الإمام كاسف اللون ظاهر الحزن ودموعه تنحدر عن عينيه كاللؤلؤ المتساقط. تعجب وش عند الإمام. فقلت: يا ابن رسول الله مما بكاؤك؟ لا أبكى الله عينيك. فقال لي: أو في غفلة؟ أنت مؤمن وهذا يوم عاشر، هذا يوم الشيعة لابد بسبب انتمائهم لطينة أهل البيت في قلوبهم حرارة، يوم حزن، أفي غفلة؟ أما علمت أن الحسين بن علي عليهما السلام أصيب في مثل هذا اليوم؟ فالمسألة حية عند أهل البيت عليهم السلام، ويتعجبون من واحد ينتمي إليهم ولا يعيش الحزن والحسرة على الحسين. الأمر الرابع،
ذكر الحسين والسلام عليه وذكر قاتله واللعن عليه. عن داود الرقي قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ استسقى الماء، طلب ماء، والماء الإنسان لا يصبر عنه، طلب ماء، فلما شربه رأيته قد استعبر واغرورقت عيناه بدموعه، ثم قال لي: يا داود، لعن الله قاتل الحسين. فما من عبد شرب الماء فذكر الحسين عليه السلام ولعن قاتله إلا كتب الله له 100,000 حسنة، وحط عنه 100,000 سيئة، ورفع له 100,000 درجة، وكأنما أعتق 100,000 نسمة، وحشره الله تعالى يوم القيامة ثلج الفؤاد. هذا اللي في لذته في شرب الماء وهو يعيش ألم أهل البيت، وينتمي إلى مدرستهم، ويلعن قتلتهم، فهو يعيش في كل مشاعره، في حزنه ولذته، الانتماء لأهل البيت عليهم السلام والتبرؤ من أعدائهم، يعطى هذا الثواب الجزيل. الأمر الخامس: ترك الذهاب في الحوائج يوم العاشر. الرواية، أكثر من رواية، أنقل واحدة عن إمامنا الرضا عليه السلام: من ترك السعي في حوائجه يوم عاشوراء قضى الله له حوائج الدنيا والآخرة، ومن كان يوم عاشوراء يوم مصيبته، مو يوم حوائجه، يوم مصيبة متفرغ لمصيبة أهل البيت وحزنه وبكائه، يجعل الله عز وجل يوم القيامة يوم فرحه وسروره، وقرت بنا في الجنان عينه، يكون ويانا ينظر إلينا، فتقر عينه حينما يكون يرى رسول الله ويرى عليا وآلهما في الجنة. الأمر السادس: بعض الأحيان واحد لابس سواد لكن من مظهره تستشعر أنه لا يعيش المصيبة، وهذا اليوم نشوف الوضع، تشوف الماتم كل واحد لابس أفخم وأفضل ملابسه وجاي، ولا متطيب بأفضل طيب عنده وجاي الماتم، بتشوفه هذا ما في فرق بين حضور زواج وفرح وحضور الماتم، هذا شيء لا يدل على أننا في حزن. الرواية تطلب منا أن نعيش مظهر الحزين صاحب المصيبة. يقول عبد الله بن سنان، طبعا دخل على الإمام الصادق، الإمام خاطبه، يقول له: يا عبد الله بن سنان، إن أفضل ما تأتي به في هذا اليوم أن تعمد إلى ثياب طاهرة فتلبسها وتتسلب. الآن عرف المقصود يلبس ثياب طاهرة، لكن أتسلب يعني شنو يا سيدي؟ فقال: وما التسلب؟ قال: تحلل أزرارك وتكشف عن ذراعيك كهيئة أصحاب المصائب. اللي عنده مصيبة، أنت تدش عليه في المقبرة ومتوفي والده أو غير والده، شوف شكله مو بكامل زينته، تشوفه لا، طريقته كاشف الرأس، مشمر عن ذراعيه، قد يكون قد أحل إزاره، هذا الذي نراه في أهل المصائب. فالإمام يقول: مارسوا حزنكم الذي في قلوبكم، أليس للحسين حرارة؟ أظهروا ذلك ليكون الحزن عاماً،
نعيش كآبة في مثل ذلك اليوم، نزور الحسين، نسلم عليه، نعترف في سلامنا بمقامه وبلؤم أعدائه. وأيضا ذكر بعض العلماء أن نمسك عن الطعام والشراب إلى حين مصرع الحسين عليه السلام. جعلنا الله ممن يحزن لحزنهم ويفرح لفرحهم، ويكون معهم إن شاء الله في درجات الجنان. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.